بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الغريبية البيضة. مكوناتها سهلة جدا، عندها 3 حوايج. هذا مكان عندي هنا يا سمن، هنا يا سمن 500 غرام سمن، يعني علبة تاع سمن تكون باردة. راح نحطها هنا في الخلاط مباشرة، نديرها طرف طرف هكذا. بسم الله، باه نسهل على الخلاط يخلطها. تقدروا ديروا نصف الكيلو، يعني نصف الكمية. اذا هنا هالك الزبد بعد ما قطعتها قطع صغيرة، راح نكيل هنا عندي سكر كلاصي. اذا هنا سكر كلاصي راح نكيل بنفس العلبه، وندير كيله تاع الزبده غربه ولا غير اصبع، يعني ناقصه شويه على الكيله هذيك. الكيله هذيك هي هنايا هكذا، تشوفوا الكيله وين راهي. انا نقصت صبع هنايا، راح نغربلها. لا نغربل السكر. بسم الله. اذا وهنايا راح نزيد الفانيليا، نحط زوج ملاعق صغار ونغربلهم لان الكميه كبيره شويه. ندير رشه الملح هكذا ونحطهم يتخفقوا مليح حتى يرجع لي القوام ابيض. اذا هاي لك هنا العجينه بعد ما لميتها، هاي لك تكون طريه، هاي لك ما تكونش تلصق هكذا باه ما تهبطش في الفرن. دوك نشكلوها. اذا انا هاي لك بديت نشكل، انا راح نديرو عادي، نتوما كيما تحبوا في التشكيل طبعا. انا راح ندير ثاني بالمحقن هكذا، كيما تقدروا ديروا بلا بوش. هنا يعني نمشي ونزيد في العجينة. هكذا نعدلو فيها باش يجيو الحبات زي بعضهم. هنايا يعني انا راح نبلاطيها شويه هكا كما درت هذوك الاولين، باه نحط هنايا تزين. تقدروا تخليوها هكا وديروا قرفة. هني في العيد، صباح العيد ان شاء الله، مليح الواحد يدير فطور هكا على الصباح بحاجه شويه خفيفه كيما هكذا غريبيه. ما نديروش حلويات تاع الشوكولا والثقال هذوك معسله، شويه على المعده بما ان كنا صايمين. نديرو هكا صابلي ولا حوايج كيما هكذا خفاف كروكي. نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كامل. اذا انا الصينيه الاولى هاي لك كملتها، راح ندخلها الفرن يكون مسخن من قبل 160-170 درجه. نطيبوها يعني مجرد انها تنشف برك، مش راح تطول. ثاني كما تراون وصفتي لليوم هاي لك هنا بعد ما طيبتها، يعني الماكسيموم 15-10 دقائق تكون طابت لكم. تخليوش تطول في الفرن هكذا باش تجيكم هشيشه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، تجيكم خفيفه خفيفه تهبل. نتمنى الوصفه ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بالجديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.